طول النهار. اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل. شقايا راح يما، شقايا اللي قضيته في التربيه والتعليم راح يما. ده انت ليه تكسودي على دين انت اللي خلفوك؟ فسحي فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دم. شاي ايه؟ شاي مش شاي دهون؟ دم عوضين واهله هيسيح شاي الشاي دهون. فسحي فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فندي كتب لي في الكراسه بوس الواوا ليك الواوا صح؟ انا بردانه صح؟ انا قاعد امتع في صوتي وهو يكتب لي بوس الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى. الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت دي حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيه عليه يعني هربيه. صدق الله العظيم. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذه يا مولانا. يا جماعة اللي فات اللي انتوا عاملينه راجل وجايين تعزوه في امه كتب النهارده في الكراسة دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوا صح ليك الواوا احلى. والله ولسه فيك نخوة يا بلد. وزير التربية والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقوله ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجو انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا 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 انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ اكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئه. وايه اللي تحت عينك ده؟ دي لا ده ابن عضو مجلس الشعب. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه نايل يدخل. ياسو ازيك؟ على فكره انت ولد سافل وقليل الادب. ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب؟ ده كول داون، انا كنت بحوش عنه. الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص. مش صح كده يا مستر بهاء؟ الحقيقه الاستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز اخلص خالص. انا هنقلك من المدرسه دي. هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في بيت بدر حلاوه عشان تعرف ان الله حق. استاذ بهاء انا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم. عقبال باقي الوزراء ما ينقلوا ولادهم من عندي يا رب. معي يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو لا خطوبه ولا قرايه فتح، ده اختبار للبنت وخلاص، اتفقني؟ ايوه امال ايوه. واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله، يلا نط يوم. ان شاء الله ادعي الله ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، الناس دي عرفت منين؟ مش عرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. هو اني فتانه؟ ماشي يما ماشي. مبروك يا ام رمضان. شايفه يما؟ مالك يا ام شلبيه؟ مالك دنيتك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. زفه كمان زفه يما. كل ده وما قلتيش لحد. داني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش اني دول همي. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عاده هناك زيجات كثيره نبداها بضحك ولكن تفشل في النهايه. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده. مره واحنا بنكتب الكتاب واللي بعديها مباشره لما يموت تيجي تلقى عليه نظره الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذه يا حاج سليمان، الاعمار بيد الله.
أما بالنسبة لموضوع الأغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام مرفوض، يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا أستاذ رمضان، دي لسه قطة مغمضة. اللي أوله شرط آخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي أنا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالإذن. بيمتحنها الأستاذ رمضان، بيمتحنها ناجحة بإذن الله. السؤال الأول، هل تضعين أحمر خدود على خديك؟ أبداً والله يا سي الأستاذ رمضان. إيه مناسبة الزغروطة دهية؟ وإيه اللي دخلك في الكلام؟ أنا بسألك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان عذراً يا أمي. أمي جاوب يا بت. لا والله يا أستاذ رمضان. لا إيه، هما ليه الدم اللي بيبك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشة وأنا واقف؟ أنا بسألك ولا بسألها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك أو تكوينه أو تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا أستاذ رمضان. لا إزاي يا بنت وأنا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبوتك قدام أهل بيتك، أما أكون بسأل حد الكل ينكتم. بنت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي أنا شايفهم دول، عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله إن كلمة تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبتلي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بنت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قريفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضو؟ عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص بقى يا رمضان ما تحبكش امال، نقرا الفتحة. نقرا الفتحة ويا ريت قهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجه. الليله دي سيبناها واحد كل الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على اغاني الهبطه وبس. بص بص يلا ياما نمشي بالبيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه، انت مالك وماله؟ ده انت تفت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع؟ انت انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذرة يا امي. اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسة بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضة نومها، اقسم بالله العظيم من اوضة نومها. الاولاني اهو اسمه حمائي وكاتب ليها على الصورة نويها. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحمائي؟ وبص التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلاني. طب كنت خليناني بكرة يا حاج سليمان. فضحتيني قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كورس انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من ميت بدر حلاوه. ايوه اه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق. استنى شويه. طب ثانيه واحده، موف اوت ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. اورايت ذاتس ات. Take it easy, Ahoy's. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. ولا قوموا ادوار، اتفضلوا اقعدوا في اول تختي. لا 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 لا، هو سي ان ذا باك. ايه ده؟ ان ذا باك. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. ايه
اتفضل. حاجة كده على مقوس البلهانة والشفة. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشوب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضو. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير. ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food, يعني في حاجة. هذا انت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على السفطه والعجلات، قول الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بقى موتوسيكل. يلاقي موتوسيكل ليه؟ فرومك انت واللي خلفيتك. غور غور اللي ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب نادرين علي يا رب. لكن ده بحرنا بفرقع البلد كلها، بس عطرني فيه. ارقص يا اخويا ارقص. من الواد ده يا عوضين؟ يا مهندس بالك جديد جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك من قصر رد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، تاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى اني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص. اسمع كده. ايه رايك فتحي باشا يا اساتذه؟ مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا. رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم لاعب سكواش؟ ينوجد الكسو. نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسة. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجة، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دستة جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكرة. ايه ايه زلزال؟ ايه يا علا بتجروا ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان، ده هيقفل لنا المدرسه. انت بتضحك علي يا نهار؟ مش باين علي وعلى خديني. اوعى انت يا رمضان، اوعى بس يا ولد انك نوح. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعة بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ألف. لم أداة جزم. كمل. يستطيع فيرب مدرع مجروب. يستطيع ايه يا أخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا أولاد. بس يا ألف بس الفعل بقى فيرب. الفعل الولد ماشي بيتضرب، اكسروا الباب. عظيم بيمين ابدا اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي. ايه اللي بتنيله ده يا رمضان؟ فك الواله. ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله، الولد ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الترعي. انت مش عارف الولد ده ابن
البيت. يكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربية والتعليم. ايوه ابن وزير التربية والتعليم. اخويا انت مسكت في الكلمة قوي، خليه ابن وزير الرأي. لا، لان في الحقيقة ده ابن وزير التربية والتعليم. الكلام دي صح يا حضرة الوكيل؟ يمالها بردت كده ليه؟ ولا اني باين اني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا رب؟